دشن الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبد الله الخليفة وزير الداخلية منصة الخدمة الذاتية المطورة والتي تخدم أكثر من 200 ألف مستفيد وتعد الأولى من نوعها في المنطقة وتضم ثلاثة أنواع من الخدمات وهي تحديث شريحة بطاقة الهوية والتسجيل في خدمة الإشعارات الوطنية وتحديثها وخدمة قارئ البطاقة كما تأتي ضمن خطة متكاملة للتحول الإلكتروني في تقديم الخدمات بما يعزز الالتزام بالإجراءات الاحترازية المعمول بها لمكافحة جائحة كورونا. وتم إطلاق هذه المنصة بحضور سعادة الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية نائب الرئيس التنفيذي للتحول الإلكتروني. وأشار معالي وزير الداخلية إلى توجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى بالتحول من النظم التقليدية إلى الإلكترونية في تقديم الخدمات، لافتا إلى دعم ومتابعة الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء من أجل تنفيذ خطة التحول الرقمي بالكفاءة والفعالية المطلوبة. أوضح معاليه أن هذه المنصة المتطورة تعكس التوجه الحكومي الفاعل في تقديم الخدمات التي تضمن الارتقاء بمستوى حياة المواطنين والمقيمين، مثمنا دور هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية في توفير معظم الخدمات إلكترونيا ومن خلال قنوات متعددة منها منصات الخدمة الذاتية التي تعد إحدى الآليات التنفيذية التي تهدف إلى توفير بنية تحتية تقنية تسهم في تبسيط الإجراءات الحكومية وزيادة سرعة إنهاء الخدمات، وفي الوقت ذاته تعزيز الجهود الوطنية لمكافحة جائحة كورونا، منوها معاليه إلى أهمية توعية كافة شرائح المجتمع للاستفادة من هذه الخدمات الإلكترونية. وتعد منصات الخدمة الذاتية إحدى الخيارات المتنوعة لإنجاز المعاملات بشكل شخصي دون الحاجة إلى أخذ موعد مسبق أو طلب مساعدة من مقدمي الخدمة، كما تتميز المنصة بمواصفات خاصة مثل الدقة والقدرة على التحقق الفوري والآمن من هوية المستخدم وبصمته، بالإضافة إلى تميز هذه المنصات بمجموعة من الخصائص التقنية التي تسهل إنجاز هذه الخدمة.